اسمي نيكولاس روجر نيبوت، وانا حاليا استاذ، انا اسباني الجنسيه واسباني الاصل كذلك، وانا الان حاليا استاذ في جامعه مالقا وادرس هناك اللغه العربيه وكذلك الترجمه بين العربيه والاسبانيه. فاهتمامي بالاسلام هو جاءني عندما كنت في الابتدائيه، عندما كنت أدرس في مدرسة كاثوليكية وكنت أتردد كثيرا على التوراة والإنجيل، وكنت أتوقع في قراءتي للتوراة على سير الأنبياء بالخصوص على سيرتين، وكلاهما سيرة إبراهيم عليه السلام وسيرة يعقوب عليه السلام. ما كنت أستطيع أن نتحوى دون المسيح عليه السلام، لأنه هو شخصية تاريخية و نبي عظيم، هو أثر في كثيرا. نحن في أسبانيا لازم ندرس تاريخ أسبانيا، فدائما في جميع الكتب الأسبانية التي مقررة لدراسة التاريخ في أسبانيا والخصوص حقبة الأندلس، فلا بد من تقديم نبذة عن الإسلام وعن رسوله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا دفعني لأن أذهب إلى أن أخذ سيرة نبوية، وفي تلك الأيام لم تكن موجودة هذه السيرة النبوية باللغة الأسبانية على الأقل في أسبانيا. فأخذت من مكتبة فرنسية، أخذت سيرة نبوية بالفرنسية واطلعت عليها. وهذه السيرة عندها ميزة على أنها تبدأ بقصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. فقلت إذا ما شاء الله هذا الرجل أنا بمثابة سلمان الفارسي، فقلت لربما أنا أجد من خلال العبور من هذه الصفحات معنى باحثا. وفعلا هذا وجدته في آخر المطاف، عندما قد قرأت الباب الأخير وهو في حجة الوداع، عندما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم من بعد إلقائه هذه الخطبة. فأنا استغربت وتأثرت تأثيرا وتأثرا عظيما عندما رأيت كيف هذا الرجل هو في عنفوان قوته وفي ذروة قيمته وفي نهاية نجاحه اجتماعيا ودينيا وسياسيا، كيف هو يتواضع إلى هذه الدرجة قدام من هو دونه. فقلت ها هي الطريق، ها هي الطريق، ها هي الطريق. أو من